المواطنة هذه المفروض لا تمس. المواطنة هاي تولد مع الإنسان، هويته، كيانه، حياته، روحه، ما حد يسلبه. لازم يفهم الأخ المرشح أو الأخ النائب اللي يوصل بأن دوره بالمجلس هو دور تشريعي ورقابي فقط. أنا أسمع نواب يبي يسوي ويبي يبني ويبي يحط، أنت مو مقاول. أحمل إيماناً ويقيناً لا يتزعزع بأن الكويت مهما تأخرت فهي ولادة. أصحاب القروض الذين تعثروا على الحكومة أو على الدولة أن تتصدر المشهد تجاههم فهم أولادها. في ناس جامعيين معاشاتهم لا تتعدى 800 دينار، وناس نفس التخصص يوصلون إلى 2000 دينار، فهذا الفرق لازم يتعدل من عند الدولة. علينا أن نعي كذلك أن الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات، لا حكومة رجال وأشخاص. مو معقولة أنا أقسط القروض عن واحد ماخذ 10,000 وواحد ثاني ماخذ 90,000. هني وين مبدأ العدالة؟ أوكي أنا بسقط القروض بريح الشعب، لازم في حل. شوف الدول اللي يمنا قاعد يبنون دول حديثة متطورة، بيوت تعمل بالذكاء الاصطناعي. احنا قاعد نتمنى بس بيت، ما نبي ذكاء اصطناعي. هل هناك تدقيق على الإقامات؟ أحكام ممكن بيننا واحد مجرم، أليس هذه محاربة الفساد؟ أما محاربة الفساد بالمزاجية.